نرحب بحضراتكم معانا مرة تانية. لسه تغطيتنا مستمرة على شاشة الحياة ساعات طويلة، وإحنا متابعين مع حضراتكم لأن المشهد يستحق ده، يستحق أن نكون موجودين معاكم في اللحظة دي. الناس اللي كانت في الشارع النهاردة لساعات طويلة، الناس اللي قاعدة في بيوتها بتتفرج على التلفزيون قلبها مع البلد، كان في خوف كان في قلق، لكن الشعب المصري دايما بنعيد ونزيد، ملوش كتالوج. ده يعني نموذج كده للتحدي، نموذج للإرادة، نموذج إنه يقف ضد أي حد عايز بس يعني ينال منه أو من دولته واستقرارها. يوم استثنائي، مشهد كان جميل، أعدائنا ما زالوا برضو في الحيرة وفي التخبط، وربنا يزيدها عليهم كمان وكمان يعني، ولسه المحاولات وفيديوهات الصبح بيزعوها بالليل، وفي طبعا سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، يقولوا للجزيرة إن المغرب أدن ولاش أدنت وكده، ويعني هاتوا فيديوهات بالليل، وفي اللي بيبعت لهم رسائل كده على الموقع بتاعهم إنه عندي فيديو فلان حاجة وعربية شرطة بتولع والكلام ده. أنا شفت الكلام يقول لك إيه، طب ابعتها، يروح بعت لهم صورة بس صورة محترمة يعني. فإحنا بنتكلم النهاردة إنه في معركة حقيقية، معركة الطرف الأصيل فيها هو الشعب المصري، الشعب المصري، مواطنين العاديين، جيش، شرطة، مؤسسات وأجهزة الدولة، الكل، كل المفردات كلها موجودة في المواجهة. فعشان كده المعركة ما هيش تقليدية كمان، مش معركة بالسلاح ولا جيش قدام جيش، وكنا بنقول ده من شوية، لكن معركة هي سلاحها التوعية، الوعي، إن احنا نكون على علم بحيث الأمر، البلد ماشية إزاي، إيه اللي اتحقق، إيه اللي لسه عايزين نشتغل عليه أكتر، إيه المشاكل اللي احنا عايزين نتعامل معها، نصلح بيتنا إزاي، نظبط الدنيا إزاي، نواجه أعدائنا ومخططاتهم، أهدافهم هم أصلا إيه، ليه بيعملوا كده، وإيه سبل المواجهة. كلام كتير ورؤية هنسمعها من أستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، اللي بينضم لنا في تغطيتنا في الحياة اليوم. مساء الخير يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك، منور. وكما هو عهدنا دايما مع أستاذ أحمد، بيبقى جاي يعني من ميدان، لازم أي حدث أو كلام ده لا يكتفي بالمتابعة عن بعد ولا من خلال وسائل الإعلام أو من الموبايل، أنت ما بتثقش في الحاجات دي شكلك، فلو إيه بروح أشوف بنفسي. فعرفنا أستاذ أحمد كان موجود في المنصة ومن الصبح يعني، وقبلها في المطار كمان. فأنا يهمني بقى المشاهد يسمع انطباعاتك بداية من وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقبال الناس ليه، مرورا بقى لما طلعت على المنصة وتجاوب وتفاعل الناس والمشهد اللي احنا شايفينه. شعب مصري عنده مشاكل حقيقية، لكن عنده ثقة في القيادة السياسية. عنده مشاكل حقيقية، لكن عنده إيمان بمستقبل مختلف. حاسس بأمان واستقرار تحقق على الأرض. مستعد لتحمل الثمن. قادر على تفهم وجهة نظر القيادة السياسية. تلقى جرعة إعلامية محترمة على مدى الأسبوع الماضي، جرعة إعلامية محترمة واجهت ما هو غير تقليدي بما هو غير تقليدي. لم نواجه ما هو غير تقليدي بالوسائل التقليدية اللي ما ينفعش في الحرب دي الحقيقة، يعني ما ينفعش تبقى بتشن عليا الحرب بوسائل غير تقليدية وافضل اشتغل او بحاول ارد بالوسائل التقليدية. كان لابد من اتباع وسائل غير تقليدية، وده اللي احنا نجحنا فيه على مدار العشرة ايام اللي فاتوا، ويمكن ده اللي عمل مردود ايجابي، انك انت قدرتي كتير تحطي الامور في نصابها، وقدرتي تفضحي القائمين على ده، وقدرتي مبكرا تقدمي للمواطن وحتى للمثقف وحتى للي عنده قدر من الوعي الحقيقة شكلها عامل ازاي. خليتي المواطن يقدر يستعيد يعني اهداف معركته الحقيقية. المواطن في معركة مع فصيل بيستغل مساحات الفراغ. الفصيل ده، مساحات الفراغ اللي بتوجد او اللي بتتولد، هو بيحاول ان هو يدخل عليها ويسيطر عليها وينميها ويوسعها. بمعنى ان حضرتك بعد 30 يونيو، بعد اعلان دولة 3 يوليو، وبعد التفويض في 26 يوليو، وبعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014، في مايو 2014، انت كنت شايفه انك انت ماشيه في اتجاه الاستقرار، في اتجاه استعاده مؤسسات الدولة. هو ما كانش سايبك تشتغلي على ده، هو كان حاول يستغل نوع من أنواع الفراغ اللي كان حاصل، الفراغ
الإعلامي، الفراغ الثقافي، الفراغ المعنوي. ابتدى يتسلل لده بحرب اللي كان زميلي الأستاذ عبد الرازق توفيق بيشير ليها، حرب السوشيال ميديا. ووسائل التعامل مع السوشيال ميديا كنا لازم ننتبه ليها مبكرا ونتعامل معها بجدية لازمة برضو بوسائل السوشيال ميديا. وكنا لازم ننتبه إلى الأدوات. كل اللي بيحصل علينا النهاردة من حروب عبر السوشيال ميديا، يمكن برضو الأستاذ عبد الرازق كان أشار إلى فكرة التقليل من الرموز أو التقليل من القيادات أو محاولة هدم المؤسسات أو تشويه القيادات أو تشويه المؤسسات. ده متقال في كتب التغيير بتاعت حرب العنف اللي هم درسوها وتربوا عليها وتدربوا عليها، واللي لما بيلقطوا عميل أو بيلقطوا وكيل أو بيلقطوا خاين بيدربوه عليها وبيحطوا له الترمينولوجي، المصطلحات أو المصطلح اللي بيستخدمه سواء في بوست سواء في يعني في منشور أو في تغريدة، إن هو يستخدموا علشان يقدر يغزو العقول بسهولة. هم عارفين ده كويس ومتدربين على ده كويس وعارفين ده كويس. فالفراغ ده هو بيحاول ينفذ من خلاله وبيتصور ان هو طول ما هو موجود قدامه، ودي حرب كبيرة فعلا، طول ما هو موجود قدامه هو بيحاول يستغله ويوسعه وينتشر فيه. تمام. بيواجهه قصور في وسائل الإعلام التقليدية، مش نتيجة ان هي عاجزة، ولكن هي دي حدودها في التعامل. يعني هي دي حدود، انت مش قادرة تواجهي، يعني انت بتنشري كل يوم في البرنامج هنا، كل يوم في كل القنوات الفضائية المتخصصة بننشر البيانات بتاعت مركز دعم واتخاذ قرار في مجلس الوزراء الخاصة بالرد على الشائعات، بننشر التقارير الرسمية والتقارير واخرها حضرتك كنت بتذيعي البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية في سيناء، بتنشري حاجات ومعلومات حقيقية. هو افقد الثقة للمواطن في ان هو يقدر يتقبل ده. ما بقاش المواطن قادر يصدق وسائل الاعلام التقليدية، المواطن بقى مصدر المعلومات الرئيسي بالنسبة له اللي هو بيحاول يلتجي له هو مواقع التواصل الاجتماعي. هو ودال المساحة دي، ودال مساحة ان الفيسبوك هو مصدر الاخبار، وقدر عبر التحليل النفسي انه ليه، عشان دي منطقة الاثارة والحاجات اللي هي الغير يعني اللي دايما يقول لك في اخبار كده هي دي اللي بتخطف العين، بيروح ادور عليها، فلما الاقي اللغه او الكلام ده بالظبط مختلف اروح. فلما حضرتك على مدار العشر ايام اللي فاتوا انت اتبعتي سياسه اعلاميه مختلفه وادرتي معركه في اشد وحي، هي اشد موجه ارتداديه بعد 30 يونيو 2013، أشد موجة ارتدادية لهذا التنظيم الإرهابي والعناصر الموالية ليه من كافة التيارات المتاجرة بالدين والحريات والحقوق وكل ما شابه، موجة عنيفة جدا جدا جدا. أنا أول مرة أسمع التوصيف دي، إنه حضرتك بتشايف إن دي أشد موجة ارتدادية، لأنه البعض كان احنا مهولين من الموضوع، مدينهم حجم اكبر من حجمهم، مفيش حاجه هتحصل، الكلام ده كله. لا، حضرتك كنت شايف ان كان في خطر حقيقي في موجه ارتدادية؟ لا مازال، لا مازال، لا حضرتك، ما انا بقول لحضرتك في فرق حصل على مدار العشرة ايام اللي فاتوا. انت على مدار عشرة ايام اللي فاتوا الناس ما كنتيش قادره توصلي لها الصوره في مجملها عامله ازاي، عشان كده بقول لحضرتك احنا لازم نفهم المشهد التركيبه حوالينا عامله ازاي. انما انت على مدار عشرة ايام اللي فاتوا قدرتي تتجاوزي هذه الموجه الارتداديه، قدرتي تحطي الناس تاني على مصاف خط المواجهه. علشان كده النهارده شفتي المشهد مختلف، شفتي روح 30 يونيو، صحيح. شفتي صحيح. روح مصريين، المصريين الطبيعيين، يعني المجتمع المصري ممثل. انتوا بتستكتروا على المصريين ان هم يقفوا في ظهر دولتهم، لا، هم دول المصريين اللي انا ومراسلنا موجودين، كان في المنصه في اسكندريه وكان معاهم الناس في خلفيه المشهد، فطلبت منهم انه يعني لا نسمع الناس، ادي لهم المايك يعني انه على الهواء واشوف ردود الافعال التلقائيه، تسمع انه لا، عبارات جايه طالعه من القلب، ان الناس بلدي، الرئيس، جيش، شرطة، مش هتقدروا، اللي هي العبارات المفردات اللي رجعت مرة تانية، هي الروح الثورية، الروح القوية. خليك بس برضو معنا أستاذ أحمد، لأنه زمايلي بيقولوا احنا محضرين برضو وزمايلنا سجلوا مع الناس، برضو نسمع تعليقات كده ونشوف آرائهم، نشوف الناس ازاي حاسين باللي بيحصل، شايفينه ازاي، ايه المطلوب، برضو نسمع مع حضراتكم. أنا جاي من اسكندرية، جاي بقول للعالم كله، المصريين إيد واحدة،
الجيش والشعب ايد واحده. بقول يا محمد علي كنت فين يا محمد علي وانت في مصر 15 سنه بتاخد الملايين من شغلك وشقاك وبتحطه في جيبك؟ كنت فين يا محمد علي على المصريين؟ قلبك ما كانش على المصريين ليه؟ ما طلعتش من الملايين بتاعتك للمصريين؟ يا محمد علي مهما تقول ومهما تعمل مش هتاثر فينا، كلنا ايد واحده. السيسي رئيسي، السيسي بيبني في الكفايه الامن والامان. بنزل من بيتي جايه من اسكندريه مش خايفه على عيالي، مش خايفه على نفسي. عايزنا تبقى ايه؟ عايزنا تبقى ليبيا ولا سوريا ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ تخطيط قطري تركي امريكي، عايزين يوقعوا مصر. مصر دي ام الدنيا وربنا حاميها وذاكرها في القران. جاي عشان احافظ على وطني وابقى في ظهر الرئيس السيسي. بقول لك يا محمد يا علي احنا الغلابه ونصفنا عليه. احنا شعب مصر يا محمد يا علي اسال علينا. بدل ما تاخد فلوس البلد وتهرب وتقعد في التلفزيون وتكلمنا وتقول اصلح يا شعب مصر، احنا اصلحنا يا محمد يا علي، طلعنا يا محمد يا علي، تحيا مصر يا محمد يا علي، تحيا مصر يا محمد يا علي، تحيا السيسي، تحيا السيسي، بنحبك يا سيسي. انا من سوهاج وجاي عشان خاطر استقرار البلد واستقرار الوطن، وعشان خاطر اقول لمحمد علي انك انت ولا حاجه ولا حاجه، انت عميل وسرقت الدش ومشيت على قاعد في اسبانيا وبتقول اطلعوا احنا بنطلع فدا مصر. احنا بنشارك علشان مصر، علشان امن مصر، علشان اللي احنا شايفينه. الناس الطيبه اللي قاعده في البيت بتسمع الكلام بس، كل الكلام بتسمعوه ده مش حقيقه. الحقيقه عندنا ان تنزلوا وتشوفوا مصر عادت ايه، مصر عادت كانت ايه وعادت اصبحت ايه دلوقتي. الناس بيحاربونا ليه؟ في غاز دلوقتي بيطلع، في خير هيجي. هنجني الحصاد ده امتى؟ هنجنيه السنه الجايه ان شاء الله باذن ربنا، باذن ربنا. الرساله الاخيره ان ما حدش يصدق حاجه من اللي بتتقال الا ما يشوف حاجه بعينه. انما هنصدق الناس اللي جاي. مين هو اللي بيقول على مصر؟ مين اللي طفشوا خارج مصر عشان يقولوا على مصر؟ كلهم ايه؟ كلهم حساله المجتمع. وتحيا مصر ويحيا السيسي ويحيا شعب مصر وجيش مصر. السيسي ده صاحب الانجازات الكبيره، والسيسي ده مش هيتعوض تاني، واحنا واقفين وراك يا سيسي مدى الحياه. انا من اسكندريه، انا سايب شغلي وسايب اولادي وسايب اهلي في وسط برضو التجمعات اللي هناك اللي بتأيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا جاي اقول كلمه واحده بس مختصره للاخ اللي اسمه محمد علي. لما انت مصري وبتتكلم في حاجات حقيقيه، ليه انت قاعد هربان بره البلاد وجاي تحارب وتقلب البلد؟ انت مش جاي تقلب بس مصر، انت لو فعلا على اللي انت بتقوله ده حقيقي كنت جيت واجهت بيه هنا. وبقول لك الشعب هو السيسي والسيسي هو الشعب والجيش هو مصر ومصر هي الجيش. وشكرا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني ما احنا مهما قاعدين في الاستوديو ونعلق ونتكلم مش هيبقى زي التعليقات التلقائيه البسيطه المباشره العميقه في نفس الوقت والرسائل القويه اللي سامعينها والهتافات. يعني دي لاي حد دي ضربه جامده، ضربه. محمد علي خد من قال له احنا الشعب اهو يا محمد يا علي. خد من المنصه، اخد في يعني اخد من من جمهور المصري العظيم، من الشعب المصري العظيم في المنصه ما يليق بيه. يعني خد كل الخير الحقيقه. بس هل الموضوع بس احنا محمد علي يعني انا عايز اتكلم على الموضوع وابعاده واطرافه. هو ده يا استاذه لبنى اللي حضرتك بتفكري فيه واللي انا بفكر فيه في نفس الوقت، ان القصه مش محمد علي. اللي الاعلام المصري مجتمعا بقنواته الفضائيه قدر يجذب المشاهد، وهنا المساحه الفراغ اللي انا بكلم حضرتك عليها، انك محتاج كنت تعيد تاني للمشاهد ملء مساحه الفراغ بقضايا تستحق ان المواطن ده يهتم بيها، توضح للمواطن على الارض. خلينا نستعيد المشهد حضرتك. احنا النهاردة القوات المسلحة بتصدر بيانا، القيادة العامة للقوات المسلحة بتصدر بيانا بعمليات قامت بها على مدار الأيام السابقة والنهاردة طوال اليوم. وقارني اليوم ده بيوم 28 يناير، قارني اليوم ده بيوم الفوضى، وقارني اليوم ده برضو، خلينا واقفين عن 28 عشان اليوم ده مهم، بكمية الجواسيس اللي كانوا موجودين في ميدان التحرير،
سواء الأخ الإسرائيلي اليهودي عراب الثورات اللي لف من مصر لليبيا لسوريا لتونس، أو الإسرائيلي المخصوص الثاني جرابال اللي كان متواجد في ميدان التحرير واتقبض عليه. ولما نلاقي برامجنا كلها بتعرض لكل هذا الكم من المضبوطين الموجهة لهم اتهامات بالتخطيط والمشاركة في إثارة الاضطرابات وإثارة محاولات إثارة الفوضى، وكمية الرصد الكبيرة لهذا العدد على مدار الأيام القليلة السابقة بجنسياتهم باعترافاتهم ويتم تقديمهم للرأي العام المصري، لا ده بيغير كتير جدا في المعادلة وبيحط براهين على الأرض إن القصة مش قصة محمد علي بس، القصة مش قصة محمد علي اللي حاول إن هو يكون أداة لتسخين الأرض، ده الأداة اللي حاولوا يسخنوا بيها الأرض علشان دول ييجوا والأرض ملتهبة سخنة يشتغلوا عليها بمنتهى البساطة ويؤججوها ويفجروها. المؤسسات والأوضاع انكشفت على حقيقتها في الفترة العشرة أيام اللي فاتوا بمنتهى الوضوح، وببساطة يعني الناس كشفت وشها والناس عبرت عن اللي جواها والطيارات كلها بانت والدعوات بانت، ويعني خلاص الأمور وضحت، الفرز واضح تماماً. مين اللي كان مع هذه الدولة في هذه الأزمة الكبيرة، ومين اللي صف في صفوف راغبي إثارة الفوضى والاضطرابات والقلاقل في هذه الدولة. الدولة دي مرت عليها أزمات كتير جداً من بعد 2013. هفكر حضرتك بأيام أزمات كبيرة، تيران وصنافير مش كده، كانت في أزمات ومظاهرات وأوضاع مشتعلة في الشارع وكده صح. النهاردة بيحاولوا على خلفية أكبر، هو كل ما ده بيحاول يسخن الأرض ويجس التسخين ده بيوصل لغاية فين، وكل ما يحس إن هي التهبت بالقدر الكافي بيدفع بعملائه المختلفين على الأرض علشان يعني يقضوا على الموضوع، لدرجة إن حد كان بيحشد للنهاردة بيقول للناس يلا خلاص بكرة آخر يوم. بكرة آخر يوم في إيه؟ يعني انت تغيب يعني انت بكره اخر يوم في ايه؟ اخر يوم ليهم انت فاكرها ايه؟ يعني يعني هو يعني التلاعب برضو ببعقول الناس والمتاجره بيهم. هنا الازمه يا استاذه لبنى دون ادراك المشهد الدولي بقى. طب انا في المشهد الدولي عايز اخد حضرتك لمنطقه يعني الاهتمام العالمي واهتمام الاعلام الدولي بما يحدث في مصر واللي هيحصل، ويمكن كنا امبارح بين هيئه عامه للاستعلامات بخصوص الناس اللي مقدمه على تصاريح، وبين ايدي دلوقتي بيان برضو لسه خارج من الهيئه كم المراسلين وكالات الانباء الدوليه اللي تقدمت عشان تاخد تصاريح والتراخيص المطلوبه انها تشوف ايه اللي هيحصل في مصر، وتم اعطائهم بالفعل يعني عدد من التصاريح والبيان بتاع الهيئه العامه للاستعلامات قدام حضرتكم على الشاشه، يعني بيتكلم على انه كانت كل الاجواء متوفره للمراسلين الاجانب لاداء عملهم بكل حريه وان تغطيتهم ما زالت مستمره. ويمكن امبارح فكر حضرتكم كانوا بيتكلموا بس على اتباع القواعد المهنيه. خلي بال حضرتك من الارقام بس، يعني احنا نشير للمواطنين للارقام عشان يبقوا واخدين بالهم منها. لا ده عندنا 900 صحفي واعلامي يحملون بطاقه الاعتماد الصادره من الهيئه. في 195 اضافوا على 41 مؤسسه. بالظبط. وتم منعهم برضو وفقا بتصريح التغطيه والتصوير بحريه كامله. امبارح والنهارده بس يعني اليومين اللي فاتوا دول بس في 30 مراسل زائر غير ال 195 بتوع دول الإنبوع. غير معتمدين بيمثلوا 15 مؤسسه صحفيه واعلاميه اجنبيه، دول جم بس كده استثناء علشان اليومين اللي فاتوا، اليومين دول عشان النهارده. انت تقرا حاجه زي كده ازاي؟ وخاصه ان احنا عندنا تاريخ مع عدد من الوسائل الاعلام الدوليه الموجهه والمدفوعه واللي بتختار عناوين مغرضه واللي بتوصف الاوضاع على غير حقيقتها. لا اولا خلينا اقول هل المشهد اختلف؟ ان انا عندي هيئه عامه للاستعلامات بتقوم بهذا الجهد وبتقوم بهذا كل التحيه لدكتور ضياء رشوان يعني الـ 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 الجهد المشكور في ضبط اداء المراسلين الاجانب والحرص على المتابعه والحرص على حقوقهم. يعني انت عند حضرتك في 2 مراسلين تم توقيفهم لان ما كانش معاهم التصريح واول لما جابوا التصريح جابوا التصريح وخرجوا كملوا شغلهم. بس احنا عايزين نقف بقى عند كل هذا الاهتمام. طبيعي ومنطقي إن لو شايفين كل هذه الجنسيات المقبوض عليها كانت بتتحرك على الأرض
والمؤكد ان محمد بيه بتاع الهرم في جنسيات تانية وفي حاجات تانية وفي ملفات هتطلع. تانية لسه هتطلع. فمؤكد فيه اهتمام ان اكيد في حاجات، يعني دايما بيقولك في الجرائم حتى في الجرائم الجنائية اللي بيتم التصريح بيه بيبقى جزء قليل جدا من اللي ممكن يكون دخل، فاللي لسه هيطلع كتير. فهذا الاهتمام ان ممكن يكون كان هيكون في صدى، عايزين يشوفوا ايه اللي على الارض موجود، عايزين يشوفوا مصداقية للادعاءات اللي تم تزييفها على مدار الاسبوع اللي فات. انت النهاردة من الصبح بتشوفي تزييف مظاهرات تفطس بالضحك، يعني مشهد المظاهرات في قنا، ومشهد المظاهرات في الوراق، ومشهد المظاهرات في الاقصر، ومشهد المظاهرات في السويس. لما تبصي التركيبه بتتشكل في قناه الجزيره هي نفس الصور، نفس الصوره بس رايحه من هنا لهنا لهنا، بيغيرها عمال ينقلها من هنا لهنا لهنا. يعني بالراحه بالراحه على نفسهم شويه، يعني لازم يستوعبوا ان المصريين بقى مش هيبصوا كده وهتعدي عليهم، لا لا دربتيهم. ما خلي بال حضرتك ان انت دربتيهم على مدار الاسبوع اللي فات، انت دربتيهم، عملت لهم الوعي، قلت لهم خلوا بالكم، وبدربتيهم على حاجه تانية، قلت لهم الفيديوهات ممكن تتركب ازاي، يتركب عليها الصوت يعني ازاي. يعني احنا في زميله اذاعيه الاستاذه بسنت بكر عملت فيديو ازاي ممكن تجيبي يعني حد يغني جنب يعني محمد عبد الوهاب بيغني الاغنيه بتاعت اغنيه شهيره ليها، فازاي يجيب ممثله من هذا الزمن يقعدها اكنه بدل رأي ابراهيم، اكنه هو بيغني لها نفس الاغنيه. فانت دربتي حتى على السوشيال ميديا مش بس في البرامج، خليتي الناس يزداد وعيها ان مش كل اللي تشوفه تصدقه، فابتدت الناس يبقى عندها هذا القدر من الاستيعاب. في مناطق فيها قلق وفي ناس عندها مشاكل، طبيعي طبيعي، مفيش بلد في العالم ما فيهاش مشاكل وما فيهاش قلق، انما المشاكل والقلق لا تدفع شعوبها الى هذا النوع من التدمير، ان حد يطلع يقول لك يلا بكره اخر يوم وهنطربقها، بكره اخر يوم وهنطربقها، هو انت ما هتطربقها هتطربق على مين؟ ما هتطربق عليك، وهتطربق على اللي بيشتغل معاك، وهتطربق على اللي في مستواك. لما تحطي هذا المشهد بقى في المشهد الدولي القصه مختلفه، القصه مختلفه ليه؟ لانك في قلب اقليم، في اقليم بس، خلينا نبص للاقليم بس، اقليم البازلز اللي فيه محتاج تبص لها انت كمصري علشان تدرك انت موقعك عامل ازاي. عندك منطقه شرق المتوسط ملتهبه، عندك الحقوق الاقليميه المائيه المصريه الاقتصاديه فيها نوع من انواع التهديد، فانت عامل حمايات عاليه جدا بقوات مسلحه حديثة ومدربة ومؤهلة بأحدث الأسلحة وبأحدث التدريبات للقوات، تمام. إنك أنت تقدر تحمل هذه القدرات، تمام. عندك وده اسمه صراع الغاز، عندك في الشرق قضية فلسطينية وصفقة القرن وضغوطات لتسوية صفقة القرن بآليات مختلفة، عندك في الغرب إشكاليات في الداخل الليبي لم تحسم حتى هذه اللحظة، عندك إشكاليات في الدولة التونسية ومين اللي هيكسب الانتخابات التونسية، عندك في الجزائر إشكاليات، منطقة المغرب العربي بالكامل بالمناسبة منطقة فيها إشكاليات سيطرة التيار الإسلامي السياسي بطريقة أو بأخرى، موجود ومتواجد بدرجات كبيرة جدا، وهي منطقة تشهد نوع من أنواع القلق والاضطراب المستمر. فأنت شاهد من الكلام من الأوضاع في المنطقة حواليك، والجنوب عندك الجنوب عندك السودان، تمام. وبعدين عندك سد النهضة، وعندك في أقصى الشرق بقى في الخليج العربي عندك الأزمة الكبيرة، الأزمة الكبيرة في منطقة الخليج العربي. فالمشهد حواليك في الإقليم مضطرب، فأنت الدولة رمانة الميزان، أنت الدولة التي تبحث عن محاولة إعادة الاستقرار. وعشان كده اللي يقرأ كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لازم يتفهم رؤية الدولة المصرية في كل ده إيه، وحرص الدولة المصرية على تحقيق التنمية الشاملة والعادلة للمواطن العربي والإفريقي في كافة الأصعدة في الفترة القادمة. يعني أوضاع صعبة بتمر بالمنطقة، بتمر بالعالم، زي ما دايما بنتكلم إن مصر على الرغم من كل التحديات دي
هي بتحاول تقف على رجليها، ليها وضعها في محيطها، ليها كلمتها، ليها رؤيتها، ليها دورها في مواجهة الإرهاب، تحاول تبني مستقبل البلد دي. معركتها ضد الإرهاب ما بيمنعهاش إنها تعمل معركة تانية، معركة إنها تبني وتعمر ونشتغل، الدنيا تمشي، المستقبل يبقى أفضل. تحديات لها علاقة بجماعات إرهابية وبمصالح إقليمية مش عايزين المشروع المصري ده أو الدولة الوطنية ومشروعها يتم، لازم نكون على وعي بده ولازم نشتغل على ده ونواجه ده. والنهاردة كانت لطمة قوية إن الشعب المصري أثبت يوم بعد يوم وعيه، إدراكه لحجم المسؤولية، إدراكه لحجم الأخطار، إدراكه إن هو يدافع عن مشروعه، يدافع عن بلده، يدافع عن اللي اتحقق واللي لسه هيتحقق. إنه مشوار طويل ابتديناه مع بعض من 4-5 سنين، دفعنا فاتورة ليها علاقة بالإصلاح الاقتصادي، ليها علاقة إنه لسه عايزين ثمار هذا الإصلاح اللي بدأت وهتبدأ وتزيد إن شاء الله. فمش معقولة تمنعوا عننا الخير اللي تعبنا علشان يجي لنا، تمنعوا عننا بنينا، فلازم البنى ده يكمل على خير. ده الخلاصة. الشعب المصري النهاردة اللي ليه كل التحية وكل التقدير، احنا هنشكر ايه؟ احنا ده احساس وطني من داخل كل واحد فينا، كل واحد شايل هم بلده على راسه، شايل انه ان البلد دي تفضل دايما امنة وتفضل دايما بخير. ربنا يحمي بلدنا يا رب بكل مفرداتها، بجيشها، بشرطتها، باجهزتها، بمؤسساتها، بالمواطن المصري، بكل يعني إن شاء الله كل الخير لينا، والأمن واستقرار وسلام. يوم كان يوم استثنائي، يوم بنوجه فيه رسالة مش لأعدائنا بس، لكن للعالم كله اللي مهتم وبيتابع وبيبص على دولة بيراهن عليها، دولة هي الباقية في محيطها. فالحمد لله كانت الرسالة رسالة قوية، زي ما كنت بقول وزي ما ابتدأنا تغطيتنا مع حضراتكم إن النهاردة نقدر نقول عليه يوم استثنائي، يوم جديد في تاريخ الدولة المصرية، يوم عنوانه الرئيسي إن هو في حب مصر. بشكركم شكرا جزيلا، واشكر مرة تانية أستاذ أحمد ناجي قمح على وجوده معانا النهاردة. والحمد لله، الحمد لله دايما دايما الخير لبلدنا وأهل بلدنا، وتحيا مصر بجيشها وشعبها وناسها وأهلها. شكرا لحضراتكم، شكرا جزيلا، ومكملين معاكم دايما، مكملين على كل خير بإذن الله. نشوفكم بكرة إن شاء الله، ويوم جديد من الحياة اليوم. شكرا لكم.